بسم الله وبعد الصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير عليكم حبوباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى الفيديو هذه تلقاكم كامل في أحسن الأحوال، وسورتو تكون صحتكم لاباس، آمين يا رب العالمين. ربي يحفظكم، ربي يرزقكم بواش نوي قلبكم، وربي يفرحكم، آمين يا رب العالمين. نشكركم كامل على التعليق تاعكم اللي راكم تخليوا لي فيها، وهذاك التشجيع تاعكم والدعم تاعكم، ربي يحفظكم إن شاء الله. وما تنسونيش البنات دائما تخليوا لي الجامعة، محتاجة الجام تاعكم والكومنتار الحلو اللي كيفكم، وتبارطاجيو القناة مع العائلة تاعكم مع الليزامي تاعكم باش تزيد تكبر العائلة تاعنا ونكونوا أحلى عائلة في اليوتيوب. هنا البنات نوت صباح صورت معكم الروتين تاع نهار الجمعة، كنت راح نحطه لكم البارح البنات من بعد ما لحقتش ما درتلوش المونتاج، لو حطيته لكم اليوم. نوض الصباح كما العادة ندخل ديريكتومون للكوزينة، كما شفتوا الكوزينة تاعي صبحت مفروزة، كل حاجة في بلاصتها أباغ الماء عند العشاء برك ما فرستهمش، يعني الواحد ساعة ساعة على بالكم هكا شغل طيح عليه البنادم هذيك الغلبة يشوف الحاجة قدامه وما يقدرش يديرها. قلت الصباح إن شاء الله كي نوض نبدأ بيهم ونفرزهم هما الأولين. وجدت الحليب نتاعي كما شفتوا، حطيت باش نفطر، حطيت البخاس تاع القهوة. كما تعرفوني انا قهوجيه، صباح لازمني غرفيها تاع قهوه. فطرت اليوم كانت عندي الكسره، فطرت بالكسره، قلت خلي نقصوا شويه لي جاتو من العيد لهنا وحنا ناكلو غير في الجاتو الوغ نقصت، قلت خلي اليوم نفطر بالكسره مادامها كاينه. ومن بعد البنات فوت الغداء بديت بيه، كما تعرفوا نهار الجمعه يعني نحبوا نديروا هكا ماكله مليحه حاجه تراديسيونيل، الوغ نحب نمد وقتي كامل في الكوزينه صبحها هذيك مع الغداء وكامل، الوغ نمد الدنيا من هين كانت نظيفه مفروزه ما درتش بها خلاص، ابار كيما هكا فرشت بك البيت وكامل وصايي. حكمت هنا التختوخه تاعي البنات سومتها، راح ندير تختوخه، درتها بليتو درت تختوخه سومتها ومن بعد خليتها شاحت خلاص، ومن بعد درت لها شويه تاع الزيت شويه بك مش بزاف يعني باش ما كيما نقولوا ما تعجليش، وحطيتها لهنا في الكسكاس وديتها تفور تفويره تاعها الاولى. فوالا كاينين اللي يسوموها كاينين اللي ما يسوموهاش، كاينين اللي يحطوا لها ديريكتومون الزيت ومن بعد يديو يفوروها، مي هذه تاع برا انا نحب نسومها الساعه ومن بعد ندلها شويه زيت ومن بعد نفورها. ومن بعد فت باش نوجد المرقه تاع تختوخه عندي لهنا، حكمت حبه بصله نص حبه طماطم، رحيت كل شيء في لاشوار وحطيت لهين في لاكوكو تاعي الدجاج فوالا، وداويت المرقة تاعي فوالا. دائما احنا بالجمعة هكا نحبو نديرو حاجة تراديسيونيل راحت فينا عادة دائما نديروها، ما نعرف اسكو كامل راكم هكا ولا لا اللي كيما انا تخلي لي في لي كومونتير، يعني جينيرالمون حنا اللي في قسنطينة دائما نديرو هكا صغار، وين تلقايني هكا تلقاوني هكا يعني ما نديرش حاجه تراديسيونيل ابار اذا ما كانش عندي القديان ولا هكا ما قضيتش ولا باغ اكزومبل كنت غايبه وجيت وما عنديش القديان، تلقاوني نشوف كش ما نديباني حاجه هكا. وساعات ندير حبوب تاني تنفحلي عليهم بالجمعه هكا، ساعات حمص ساعات لوبيا ساعات تاني نحب نديرهم بالجمعه. فوالا هنايا حطيت الملح حطيت الفلفل الكحل راس الحانوت شويه حمار حلو وحار، وحطيت الحمص تاني وحطيت كميه تاع الزيت وديت كل شيء يتقلى فوق النار، فوالا نقصت عليهم وخليتهم يتقلاو مليح مليح. التختوخه تاعي هاي اللي قمت فور وهذاك الماء حطيته يسخن باش نمرق المرقه تاعي باسكو العين كانت ما عنديش، والماء تاع الفطور شتهم محطوطين تما قلت خلي من بعد نلمهم ونغسلهم مع بعضهم. ومن بعد البنات هنا رحت لا شومبر تاعي شوفوا حليتها تتهوى وبديت نهز في الفراش، هذيك لافاليز فيها القش تاع الصيف كنت جبدتو ومازال ما فرزتوش، قلت من بعد ان شاء الله نفرزو ونعاود نخبي القش تاع الشتاء تاع الخرجه، فوالا شغل كيسخن الحال وخرجت الوغ جبدت من الفاليزه ومازلت ما رديتهاش، يعني قلت خلي من بعد كي نقعد نفرزها.
الوغ هنايا فرشت البيت تاعي، كان الحال واش نقول لكم، شميسه تهبل، حطيت هذاك الغطاء في الشمس باه يسخن شويه، كما تعرفوا الشمس مليحه تنحي كامل الميكروبات والجراثيم من القش من اي حاجه. حطيت الفراش تاعي يشمس شويه وفرشت لا شومبر تاعي هكا وخليتها مفروزه. ومن بعد عاودت بعد رجعت للكوزينه، ما درت حتى حاجه على بالكم، اصلا كانت والله الدنيا مفروزه يعني لاباس بيها. الوغ رجعت للغدايا، هنا تختوخه بعد ما فارت التفويره الاولى نحيتها، عاودت بخيتها بالماء كي شاحت، زدت رديتها في الكسكاس وحطيتها تفور. ومن بعد البنات وليت فوت غسلت هذوك الماء عند الفطور كاملهم اللي كبنين يقطروا، غسلتهم نحيتهم باش تتفرز عليا الكوزينه ونلقى روحي اليز، يعني ماشي نخليهم يتلموا زيد مع تاع الغداء وكامل ومع العين ما كانش ونحصل فيه من بعدا وشو نولي نقلق هكا. فرستهم اللي هي نغسلتهم وخليتهم يقطرهم. بعد رحت نغسل الرويشه تاع السلطه، على بالكم السلطه، على بالكم يا كنت نشوف بالك واحد الخمس خطرات ولا سته، لما كدبنيش ربي بالك سطل هذاك الكبير وانا نشلل فيها ونعاود نشلل ونعاود وانا نلقى في هذوك الحشرات الصغيره كاريت على بالكم. وندلها في الجفال، حطيت لها الخل تاع، حطيت لها مع الاول ما حطيتش الجفال خلاص، حطيت غير الخل، حطيتها ترنخ فيه وهكاك باقيه نشلل ونعاود نشلل ونعاود ونلقى في هذوك الحشرات الصغيره خلاص. عم بالكم بقيت هكاك معاها حتى نرجع الماء تاعها صافي باش قدرت نحطها. على بالكم كي تعود العين، كون تعود العين قويه على كيف تغسلي بالريشه تنحي لك كل شيء، مي كي تعود العين هكا ما كانش شويه تمرميده. بعد ما فارت لي البنات تختوخه تفيره تاعها الثانيه نحيتها، درت لها طف تاع الزبده وراها هكاك وهي سخونه، خلط الزبده هذيك فيها مليح حتى ندوبلي. ومن بعد هنا البنات هزيت الراس هذاك الاحمر تاع المرقه وعاودت به التختوخه نتاعي باش تجيني حمراء. فوالا نهز غير هذاك الراس اللي يجي من فوق احمر كما راكم تشوفوا، وعاودت به التختوخه تاعي كامله هكا. ومن بعد شويه هكا بعد ندي نجمرها لو طون اللي رحت صليت وكامل، وجا الزوج نتاعي من الصلاه رحت بعد يعني جمرتها ما خليتهاش. فوالا حطيتها لهنا في بوبوطه تاع الجمار وحطيت الكسكاس ونهز في المرقه باش ما تهبطليش البصله وداك، باسكو المرقه ما صفيتهاش. الوغ نهز ونحط على الكسكاس وجمرتها. وهاوليكم الغداء تاعنا واجد والحمد لله على النعمه، ربي يدومها علينا وعليكم ان شاء الله. تغدينا والحمد لله، جات بزاف بنينه. ومن بعد البنات بعد ما تغديت وكملت غسلت هذوك المعنات تاع الغدا، فرستهم على بالكم على العين ما كانش، ما حبيتش نخليهم يعني، قلت نخليهم ومن بعد تجي العين حتى العشيه. انا قلت نديرهم مادام عندي الماء تاع التعمار، درتهم وهاي لكم الكوزينه خليتها مفروزه والحمد لله اللي غسلتهم. على بالكم دوك تشوفوا يعني ما كنتش دايره في حسابي خلاص اني نخرج، ومن بعد جا الزوج نتاعي قال لي هيا نخرجوا، الوغ قلت الحمد لله اللي غسلت هنا. شوفوا كانت بقات لي بك شويه تاع تختوخه ما جمرتهاش، يعني جمرت غير شويه قسما نتغداو والاخرى خليتها، قلت حتى العشاء ان شاء الله نجمرها نزيدو نتعشاو بها. بعد ومن بعد كي قلت لكم رحت ريحت شويه، جا الزوج نتاعي وليت رحت وجدت روحي لبست قشي، قال لي هاي نروحوا الحال مليح، كان الحال يهبل هكا شغل مع العشيه ولا البرود، قال لي نروحوا ندورو شويه نشوفوا وين نروحوا. انا رحت وجدت روحي لبست ومن بعديتك خرجنا وهاي ليكم جنجونه ميته بالفرحه، ماكم كانت رايحه ترقد، كنت رايحه نرقدها ومن بعد كي جا باباها ولات تحيات فطنت تموت على برا، ما عندي وين نقول لكم غير تسمع برا بك هي الاولى. على غو حكمنا الطريق ومن بعد ولينا دينا معنا مرت سلفي وسلفي والولاد باش يبدلوا هما ثاني شويه ويحوسوا معنا. الوغ صورت لكم هكا الغابه تاع المريج باش تشوفوها كيفاش، شوفوا هذا اللاك يهبل يهبل على بالكم، عجبني وعملكم فيه هواء مليح هكا والبرود سورتو مع العشيه. فوالا صورت لكم لهنا البط، شوفوا كيفاش طلع يحوس على الماكله كيما بدينا نرميولو في الماكله هذيك البشنه البوب كورن والخبز وهذاك طلعوا باش ياكلوا.
فوالا صورت لكم هكا مقتطفات عفوا باش تشوفوا تديو فكره عليه، واللي يعرفوه بيان سور عارفين يزوروه راهم يعرفوه. الوغ مليح بزاف كي تديو الاولاد تاعكم هكا ينحيوا على بالهم بعد الامتحانات. فوالا صورت لكم هكا شويه منه. فوالا عجبني هذا البطة، هذا باقي رايحه جايه نصور فيه. فوالا شوفوا هنا يبيعوا لي جوي تاع الاولاد النبايل كما راكم تشوفوا. فوالا الدنيا فيه تهبل مليحه هكا، ثاني تروحوا شويه بكري هكا تديو معكم هكا حوايج هكا تاع القهوه، الكاطو، الجي بار اكزومبل، تاي، القهوه هكا، وتفوتوا عشيه فيه. يعني هايله، حنا رحنا هكاك برك، يعني اصلا ما كناش مديسيدين ان نروحوا له، يعني جات على غفله كيما يقولوها. رحنا بك ضربنا طلع شفنا الدعوه كيفاه، مره خلاف كي نرجعوا لها على كارها كيما يقولوها، نقعدوا قاعده مليحه. فوالا شوفوا هنا مع العشية خلاص الشمس بدات تبرد ولا الهواء يهبل. فوالا شوفوا هنا الأولاد مع والديهم يصوروا خدموه. انا عندي مده ما جيتش ليه، يعني ما كانش هكا، كان فريمون هامل، يعني كي تروحي لتما هكا يعني شويه كحت تخافي، مي دوكا ولا بسيكوريتي ولا بزاف مليح. فوالا شوفوا هاد الفيل هذا اللي خادمينه هكا، ديجا راح فيها، هذا شتو ديجا من قبل وعندي مده ملي شتو، شوف يبان شغل تكسر هكا بزد. فوالا صورت لكم هكا منه شويه. كاين مام مدايرين لحصنا هكا باغ اكزومبل، تحبي ديري فوتو لولادك ويدير بهم دور هكا ومع الجوي تاع الاولاد. فوالا كانت هذه راه فيديو تاع البنات تاع اليوم، نتمنى كانت عجبتكم، ما تنساوش تخليو لي جام و كومونتير حلو كيما نتوما. تهلاو في روحكم، نحبكم ونموت عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بقاو على خير.